أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الله أكبر. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أرزاق ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماء ولقد آتيناك
ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير وقل إني أنا النذير المبين كما فاصدع بما وأعرض عن المشركين
فسوف يعلمون. إنا كفينا الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك واعبد ربك حتى وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون والذي سيشنف الآذان في فجر الليلة على موجات إذاعة القرآن الكريم. فأدعو الله أن يوفقه وأن يسدد خطاه وأن يبارك في عمره. هذه التلاوة في ليلة تكريم الراحل الأخ الأكبر العزيز المستشار صلاح عبد العزيز عنتر والد الأستاذ أحمد صلاح وشقيق كل من المرحوم المهندس أحمد عبد العزيز عنتر و
الشعراوي الشبراوي عبد العزيز عنتر والمستشار عمر عبد العزيز عنتر والأستاذ محمد عبد العزيز بالتربية والتعليم والأستاذ محمود عبد العزيز عنتر وعم المستشار عبد العزيز الشبراوي وحمى كلا من المستشار مصطفى إسماعيل القط والمستشار محمود إسماعيل القط والمستشار أسامة الكيلاني الذي أدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان. وخالص الشكر والتقدير لعائلات مأمون أولاد أبو شحاتة والأخ محمد الشربجي صاحب الصوتيات العالمية والأخ غازي عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.